في السادس من كانون الثاني الماضي رفضت لجنتا المالي والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب مشروع قانون الكابيتال كنترول المقدم من الحكومة، وذلك في الجلسة المشتركة للجنتين، وأجمع النواب على ضرورة أن يشتمل مشروع القانون على نصوص تضمن حقوق المودعين في المصارف. ويعد قانون كابيتال كنترول من أبرز مطالب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي تدعو إلى إقرارها بشكل عاجل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وطالبت جمعية المصارف لبنان كذلك بالإسراع في إقرار القانون، خصوصا بعد الأزمة التي تواجهها المصارف في ضوء عدد من القرارات القضائية التي صدرت أخيرا. يوم الثلاثاء تعقد جلسة لمجلس النواب، وعلى جدول أعمالها الاقتراح الجديد للكابيتال كنترول، ويرى متابعون أن الصيغة الجديدة تمنح المصارف صلاحيات غير محدودة لمنع وحجب والتحكم بأموال الناس. يعني بدنا نقرر إذا كل الودائع الكبيرة تحولت إلى الخارج مثل ما البعض بيدعي شعبوياً، ليش في بعد 103 مليارات دولار بالعملات الأجنبية على ميزانيات المصارف اللبنانية؟ بينما إذا ما في استنسابية، هل القانون بيطبق على الجميع؟ هول 103 مليارات دولار، يعني إذا بتسمع كل الشعبويين وكل الآراء الموضوعية والعلمية بتقلك في معظم الودائع بالقطاع المصرفي بيملكها نسبة قليلة من المودعين، وما بعرف منين جايبين هالأرقام، يعني ما في أرقام رسمية نشرت، بس نفترض هذا الشيء صحيح، طب ليش عم بيعترضوا على هالشيء؟ هيدا القانون بيطبق اولا على المودعين الكبار، اذا بدنا نحكي بهالسياق بهالذهنيه هيدي، فبدنا نقرر، يعني يا اما بدنا نكمل بالمزايدات الشعبويه خصوصا نحن على ابواب انتخابات نيابيه، يا اما بدنا نبلش العمليه الاصلاحيه لا هي يجب أن تكون أولاً لصالح المواطن اللبناني. يفرض اقتراح الكابيتال كنترول الجديد تأليف لجنة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، ومن وزير المال يوسف خليل، ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي. أما العضو الرابع المقترح مشاركته في اللجنة فهو وزير الاقتصاد أمين سلام. ويفرض اقتراح الكابيتال كنترول الجديد على لجنة الرقابة على المصارف مراقبة عمل اللجنة، فهل تنجح لجنة الرقابة على المصارف في ضبط إيقاع لجنة الكابيتال كنترول؟ عم بلش نسمع انتقادات لهذه اللجنة. هو الهدف صندوق النقد من قانون الكابيتال كنترول أنه يكون مرن، ومش كل ما يصير فيه تحسن بالوضع الاقتصادي أو بوضع السيولة بالبلد يضطر مجلس النواب يعدل هذا القانون ليأخذ بعين الاعتبار هالتطورات والإيجابية بالوضع السيولي والاقتصادي بالبلد. فمشان هيك يعني في هالاقتراح لإنشاء هيدي اللجنة، وليكون في مرونة بالقانون وقدرت السلطات على تخفيف بعض هذه القيود إذا اقتضى الأمر وحين يقتضي الأمر، وهذا الهدف، يعني يكون القانون مرن. هلا عم تقول لي إذا لجنة الرقابة على المصارف قادرة تراقب عمل هذه اللجنة، يعني كل واحد بده يلتزم بضوابط هذا القانون. أول المعارضين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي غرد عبر تويتر أن مسودة الكابيتال كنترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي هبطت علينا كالعادة من خارج الأصول، وهي لا تمت إلى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض أي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة للجنة تضم الحكومة ومصرف لبنان بدلا من ترسيخ هذه الحقوق في متن القانون. فهل البند 29 من جدول أعمال الجلسة مادة تفجيرية لجلسة مجلس النواب أم يسقط في اللجان المشتركة يوم الاثنين؟ طوني منصور، قناة الجديد.